السلام عليكم. لا تستغربوا من تواجدي هنا في الكأس على أرضه وبين جماهيره وكادره المميز. سنحاور علي نوري في المستديرة. مرحبا علي، رمضان كريم. رمضان كريم عليك علي وعلى كل أعضاء برنامجك وعلى كل متابعيك. منور في مكانك طبعا. أهلا وسهلا بكم. اليوم الذهاب بس لازم الأياب يمك تصير. علي بالذهاب وين ألعبك؟ وين مدافع لاعب وسط عادي ممكن أجيب طوبات. مارست كرة القدم؟ طبعا أنا كنت ببراعم وأشبال الزوراء. حلو. طبعا لعد هاي السمنة والوزن شو وقت صاروا ياك؟ هاي يعني تقدر تقول مرحلة المتوسطة، بس الابتدائية لا. وش تلعب؟ دومنا. مدافع؟ لا أنا كنت مدافع في وقت، هو أتذكر جيدا كان مدربنا سالم عنبر. قلب دفاع لو ظهير؟ لا كنت قلب دفاع ومرات كنت تلعب ارتكاز. شنو مميزاتك من كنت لاعب؟ والله كان يعني أول شيء كنت أقطع صح، تريلة طبع عليك يقولون، عادي جدا، وهم كنت مميز بتسجيل الأهداف. يعني أنا المركز اللي كنت أحبه قلب دفاع وارتكاز. أي نعم. أجواءك برمضان أكيد اللي تقضيها مع العائلة، شنو طقوسك بهذا الشهر؟ طبعا أول شيء رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين، نسينا نهنيهم ويا رب الأمن والأمان على بلدنا وعلى شعبنا بمختلف أديانة وطوائف، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. أنا كسول برمضان نوم أي، يعني أكون دائما أسهر. طبعا احنا العراقيين كلنا نسهر سواء اللي بداخل العراق أو خارج العراق، وأوقات السحور طبعا جدا عندي مهمة، يعني مع العائلة تكون وراها المسلسلات والأمور والصلاة أيضا قراءة القرآن، يعني حتى وقت نوم يكون شوي متأخر، يعني جزء اللي تطلع الشمس يلا سبعة وتقعدوا الفطور. ممكن لا مو الفطور، ممكن أقعد على ثلاثة على الأربعة. متعبك علي رمضان. أي والله. تقعد ساعتين تفطر. طب إذا جب الصيف كارثة. ما تقدر. أكال لازم. لا. العاد شنو اللي؟ شوف يمكن هذا الموضوع عن الفترة الأخيرة هواي يعرفون، يعني قمت شوي أروج النفسي حتى بينهم أنا ضعيف. أي. قمت أنشر على الستوريات بالفيسبوك ولا بالحديد والقاعة والجيم. حديد وكذا وهاي أمور ذني ماك السوالف. أي. بشهر واحد تقريبا نزل أو بشهرين نزلت 9 كيلو. حلو. طبعا رقم. طبعا ولين شديت، يعني شديت على نفسي بالتمرين خصوصا جهاز الجري والبايسيكل. أنت صحيت على زمانك بالوزن من فتحت مطعم الباشا مال محمد هيكل؟ مال هيكل أو مال سامي عيسى يمك؟ والله هم ذولا شوف مرات من حبك لا شاك. الجماعة لين يدرون بياني، هاي طبيعتي هسه ترى نفس بالبرنامج ما تختلف، فيلاشون عادي نستقبلها احنا كل هاي الامور. شفايت لو عندي مطعم برا حاب الصدر. ها جدا ممتاز. انت من النوع اللي متصالح مع نفسك علي، لو تنتظر المناسبات اللي تبادر لمصالحة الاخرين اللي زعلان وياهم؟ شوف علي، انا القريبين خصوصا اللي يعني الزملاء بالوسط الرياضي يعرفون انا سامح بسرعة، هاي مشكلتي طبعا ونقطة ضعفي وعيبي، خلي واحد يعترف بعيوبه بالسابق طبعا، بس آخر كم سنة لزيادة اللجمات والطعنات وكثير من الأمور قلت لا لازم هنا أنا شوي نكون قساوة، فقسيت والناس قامت تشوف هذا الشيء، لأن في بعض الأحيان هناك من يتوقع بين السكوت أو المسامحة أو الأخلاق العالية نقطة ضعف أو هي ضعف شخصية أو غيرها، لا هاي السمو ترفع بالأخلاق. دائما هجومك رد فعل لو فعل علي؟ لا أنا ما هاجم أبد. لا أنا كأنتقد انتقاد مؤسسات نعم. لا بس أنا أتحدث عن الخلافات. أنا ما عندي خلاف ويا أي زميل، ولا أنت علي سالم برنامجك ساعة 11 وأنا برنامجي ساعة 11، هل يعقل في يوم من الأيام أجي هاجمك؟ أبد. ليش هاجمك؟ يعني كل زملاء المهنة الإعلام الرياضي ما عندك مشكلة وياه؟
ابدا، حتى اللي كانت عندي مشكله وياه يمكن خل اذكر لك، والمشكله هم اصدقاء، يعني انا ما اختلفت ويا واحد شويه بعيد، يمكن واحد اثنين اقرب الناس لك انت اختلفت وياه. هسه اذكر لي حتى انا اذا مو هو الاسم انا انطيك اياه. انا يعني مثلا عندك الزميل طه ابو رغيف، انا ما اختلفت وياه. طه طلعت وياه الزميل حيدر زكي، هو صار تاتش بيناتهم، انا ما لي دخل. من طلعت وياه هو قال لا حد يطلع بعد. يعني احنا ما نؤتمر بامره اي شخص، كل شخص له مسؤول عن تصرفاته. طبعا طبعا. فانا اوكي انا ساندك ادافع عنك ان اخطا زميل، ممكن ندخل صلح، بس مو انا تفرض رايي علي لا. فانا طلعت زعل، كتب منشور ما رديت عليه، لان اللي يربطني مع طه اكثر من ما نختلف انا وياه. والدليل بعدها توفت والدته، بعثت له مسج، ومن صار تواجدي الان في بغداد صار تعاون بين اي نيوز وبين قناه الرابعه بموضوع، يعني اعطاهم موضوع الضيوف اللي احنا جاءوا الينا الى بغداد، وايضا من المعلقين خليل البلوشي ومحمد السعدي علق مباراه العراق وسوريا، والضيوف الاخرين كانوا متواجدين معها مقابل الحقوق مثلا اللي هم عندهم اخذناها كملخصات حقوق. لا تاخذني الغير مساح، يعني تحدث عن مشاكلك مع الزملاء. أوكي. ذكر الطاعه. منو بعد؟ انت قول منو بعد. ما عندي مشكله ويا اخرين. داود اسحاق، تحياتنا للزميل داود. داود انحلت هي المشكله طبعا، هو مو مشكله، انا ما عندي مشكله. شوف خصوصا داود. داود اقرب اصدقائك طبعا، وزاد وملح وعائله وعشره وطب وطلع، وانا هذا اللي خلاني استغرب من هاي الخلاف. اني شخص ابن عشيره، واني شخص متربي صح. ما عليك زود، لا تنغزني بخنجر احطك على راسي. شو اللي غثك؟ اسمح لي جايك، انت مو تريد نفتح الامور. انا صريح، لا تحكي علي ورا ظهري، تعال قابلني قل لي علي انت خطا، رحم الله امرئ هداني عيوبي. طيب لا تقول فلان وفلان وفلان وتقلل وتقلل وتقلل. شوف خلافي ويا داود ابدا ما كان اي خلاف، كنا نختلف بالعمل، انا كنت معد هاترك. صحيح. وكنت معاه بنارتي، وكنت معاه بوار، وعاملين في محطات ومسافرين هواي وماكلين سوا هواي. مجرد خروجي من يو تي في داود انقلب راسا على عقب. ليش؟ ما اعرف، هذا السؤال توجهه الى ذات تلتقون به. شنو السبب؟ ما اعرف. وصل الى مرحله بان علي اوكي صحفي ومعد جيد بس مقدم برنامج فاشل، ماكو مشكله. منين سمعت هذا الكلام؟ اوه هذا هيج. منو قال الناقل صحيح؟ اللي ينقل عليك ينقل لك، لذلك ينقل لك ينقل عليك. لذلك انا كنت ابادر دائما عن طريق اصدقاء مشتركين يخابرون ويتصلون، وكنت ابعث رسائل محبه وسلام بين البين اكبر من النفاق، بين البين اللي يربطنا اكثر، اطفالنا اصدقاء بعض، تخيل الاطفال اصدقاء بعض، جيران في اسطنبول. اسمح لي اقول لك اللي وصلتوا له زحمه. لا هو انتهى، انتهى بس انتهى بس بعت لي قلوب خشنه. طبعا بالنسبه من عندي اني لا من الطرفين، انا ما لي علاقه بالطرف الاخر، الطرف الاخر قدم تنازلات في مكالمه جماعيه ما حد يقدمها، لكن للأسف الطرف الآخر يتحدث شيء بالعلن أمامك وبالخلف لا. احنا شوف احنا في شهر رمضان، احنا بشهر رمضان ما نتحدث عن نقول له رمضان كريم علي. طبعا رمضان كريم علي وعلى عائلته وعلى كل أهله. زين أنا في راح أغادر موضوع داود. أنا في مرة من المرات قال لي علي ويتذكر زين، شو وقت ممكن تطيني بلوك نعمل سوا؟ قلت له داود انت اخوي الصغير، وهو يقولها الولد للامانه من 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 كانت القلوب مو خشنه على قولتك. قلت له داود انت اخوي الصغير ومهما تغلط تبقى اخوي الصغير. هاي من كان يمي باسطنبول. قلت له شوف اذا رحت لبغداد راح اصير مو داود. داود خلينا نقول قلب بشه حلو؟ خوش ولد، اصلا احكي لك سلبياته وايجابياته. طيب عنده شغله واحده أو اثنين سلبيات أبد ما يتخلص منها إلا ما يصير شايب، اللي هي متسرع، انفعالي، ثلاثة
اي شخص يدفعه. يعني اليوم انا اجي اقول له داود علي سالم حكى علي كيت راح يصدقني، ما راح يفرزن بباله الموضوع. وبين انا اكو مواقف بيني وبين علي، معقوله يتكلم علي بهاي؟ راسا اكو فتشي صار ويشيل بداخله. انا المستغرب من هذا الحديث، انا داود اعرفه زميلي، مو هذا داود اللي جاي تحكي عليه. اي ولذلك انا نفس ما كنت انت تعرفه، الطيبه والصداقه وما اشوف هيك داود. نفس انت ما كنت تعرفه كنت انا اعرفه. بس داود من اجى البغداد انقلب 180 درجه. انت من جيت البغداد خربت؟ ابدا. ليش قلت داود من تجي البغداد؟ كل شخص شخصيته، كل شخص البيئه اللي محاوطته. وبالمناسبه دخلوا كثيرين، خليك شوف اكشف لك سر، حتى وصلت الى السيد عدنان درجان طلب مني فقط احذف المنشور واللي تريده يصير. قلت له انا اسيء لي في برنامج انا مؤسسه. شوف كل الموضوع مستعد اسامح عليه كله. انا استذكر قال رفع الحظر ما يجيب هاشتاج، واعتقد تتفق مع هذا الطرح. لا غلط، ما يجيب هاشتاج رفع الحظر. لا حبيبي ما يجيب هاشتاج. نعم هذا اللي قاله داود. بس النوايا هيك برايك؟ جاوبني انت، تجاوبني انا اجاوبك. النوايا على مدار اسبوعين كامله انا لساني طلع بي شعر. يا زملاء الاعلاميين ساندونا، خلينا نكون يد وحده. هذا هاشتاج معين، ليش علي نوري من يطلق هاشتاج ما حد يشاركه من الاعلاميين؟ يا اخي ما تفرض رايك على الاخرين. قبل شويه تقول طه ما يقدر يملي علي، ليش انت تملي على الاخرين؟ اخي وطن وطن علي، اذا ظل علي انت اقدم مني بالتقديم. ممكن انا اقدم منك بعمل التلفزيون بس انت سبق انت بالتقديم. هذا الموضوع مال القال والقلت انا ما اشتري ابد ولا اهضمه. واللي يجي يقول لي اضحك اسمع بس ما يطلع منها ورا دقيقه، خصوصا في هاي المرحله اللي اجوا الضيوف العرب بيها وتغطيتنا بغداد حديث العرب. اي شخص كان يجيني يقول لي فلا اقول له سد. اوف شفت طبعا اكو فيديوهات كتبت واكو ناس، ما اهتميت. اذا كنت اكتب سابقا شوف الانسان دائما يترفع، كل ما ترفعت كل ما زاد احترامك عند الجمهور. انا هواي سألوني من الزملاء. هواي. منو سأل؟ هواي. ما اذكر اساميهم. وش معنى ذكرت اثنين وما ذكرت الواحد؟ هذول اصدقائي. شوف انا اللي مو قلت لك انا اللي علمني انا داود. طه ما سألني مثل داود، ممكن كتب شيء. بس داود قال اذا تحب البلد تعال للبلد. وانا اليوم اقول لك داود انا بنص البلد. يعني انت مثلا بعدك شايل بقلبك بطريقه ولا كانه يا اخي احنا جاي نسولف، انت تقدر تسولف وياك؟ لا بس عصبي وضايج وتعابير وجهك مال واحد. اي عافيه اشرب العصي. اهدى اهدى اهدى. انا هاي طريقتي بالكلام زين. بالحقيقه شو وقت يرجع علي علي نوري مع داود مثل ما كانوا بالسابق؟ عندما تصدق النوايا ان شاء الله تكون صادقه من هذا البرنامج وترجعون اخوان. انا ما عندي مشكله، ما عندي مشكله ويا احد، بس خل تصدق النوايا. بس النوايا لحدنا مو صادقه. اها اي والله كل العالم بيها الاخطاء وانت علي ما بيك خطا. لا مليان اخطاء. مو مليان مليان اخطاء، بس من تصدق النوايا عند الطرف المخطئ ذاك الوقت راح ممكن، بس ما اتوقع لها. شرف. نكمل الحديث بعد الفاصل. اهلا بكم في المستديره، حياك الله علي مرة أخرى. وسهلا بك. تحصيل الدراسي تخصص؟ أنا خريج معهد إدارة واقتصاد قسم محاسبة. ممتاز، شلون بديت مسيرتك الإعلامية علي؟ أوه صدفة. بال خلي أقول بالبداية من يعني عمر 12 سنة 13 سنة عندي الجرايد فتشي. أنا خمس جرايد كانوا بالعراق. بالإضافة إليهن مجلة الصقر ومجلة الرشيد، كانت الوطن العربي مولع بهن. يعني الجريدة اللي أجيبها فصخها من الغلاف للغلاف. حتى سياسة كنت أقرأ. من بعدها استمرت وألزم سرة في مدينة الحرية، مكتبة الزورة كانت في منطقة اسمها مجفوات. سرة بالسبعة الصبح كانت تجي سيارة بيكم مليانة رزم مال جرايد ينزلهن، شيل بعث الرياضي، القادسية، الجمهورية، العراق، الثورة الجمهورية يبيها كانت، وبالإضافة إذا أكو مجلات.
وراها قمت اكتب بدفتر مباريات الدوري اليوم كذا. خلي اختصر لك شلون صار دخولي للصحافه. طلعت جريده اسمها سبورت توداي اللي تراس تحريرها السيد علي رياح. فتحوا صفحه اسمها بريد، مو بريد القراء، مساهماتكم او هيك شيء. فانا قلت انا ليش انا ليش دا اكتب بس لنفسي؟ ليش ما اكتب بالجريده؟ ممكن يطلع اسمي. خل احاول. استوى كان نازل الايميل وهاي الامور الياهو والماسنجر، كتبت على الوورد دزيت. ثاني يوم نشر الموضوع. شنو شعورك؟ لا ما يوصف ذاك الشعور، بحيث ما خليت واحد بالعشيرة ما شافت الجريدة. هذا اسمي. اي والله. اتذكر الموضوع لحد الان كان فلاح حسن جمهوري طالبه بالعودة من امريكا لبغداد، هذا احكي لك 2003. فحطوا صورة فلاح حسن بامريكا، ما يعني ما الوطن يعني الوطن يشتاق لك ابا تيس، يعني ما اتذكر، بس هو نزل كمقاله يعني. ضجه بالنسبه لي انا يعني وبالنسبه لعشيرتي واهلي ويوميا، طبعا هي كانت تصدر احد ثلاثاء خميس. صار عندي الدافع بان كل احد وثلاثاء وخميس لازم يكون لي موضوع. استمر هذا الحال تقريبا شهرين. رحت دا اخذ صور معاملات صغار. مصور صباح الرباعي ايضا بالحريه. فاول ما طبيت كان يقول لي مبروك متعين بسبورت توداي. قلت له لا والله. قال عاد شنو هاي اسمك دا ينزل؟ قلت له دا دزلهم انا عبر الايميل، ومرات اودينهم اياه اللي مقر الجريده بشارع المغرب. قال زين واللي يخليك تكتب وياهم كمحرر؟ قلت شلون؟ قال اصعد وياي. عنده سياره في كسواجن. طلعنا من ابو جفات على دور نواب الضباط بالحرية، وصلنا إلى مكان لقيت ثلاث أشخاص دي يلعبون دومنا، من ضمنهم علي رياح أستاذ علي. جيت سلمت عليهم، رجل سلم عليه، فصباح الربيعي قال له تعرفه منه؟ قال له لا. كان يقول له هذا علي نوري. فباو عليه انبهر أستاذ علي، قال لي معود أنا عبالي رجال كبير وشايب، أنا صغير بعدني يعني عمري تقريبا 23 سنة. قال لي باكر تجينا للجريدة. بس ثاني يوم رحت من يمي يعني محمل مواضيع بظروف وبهاي الامور. حد انا اتذكر الاستاذ عدنان لفته طردني. طبعا وديت شايف انت مرات رايح من دفاع وبهاي الامور، انا ماخذ موعد من رئيس التحرير، وكان استاذ عدنان سكرتير التحرير. فمن دخلت للاستعلامات سالته قلت له وين استاذ علي؟ موظف الاستعلامات قال مو موجود. قلت له من الموجود؟ تدري قله خبره وبعدني يعني ما اعرف شو اسوي بوقتها. قال لي بس سكرتير التحرير استاذ عدنان لفته. فطبيت له، كنت انا بعدني اعتقد يمكن بعدني بالداخل معهد او بعدني ما اعرف، هي اعتقدي داخل اول او ثاني هيك شيء. فقال لي بس عدنان لفته موجود. طبيت السلام عليكم استاذ. قال اهلا. من حضرتك؟ قلت له انا علي نور. قال لي تفضل. بس بنبره بحيث خوفك، قال لك بعدين توصل يمي. قلت له اني بس عندي هاي مواضيع اريد اكتبها. وقال ما عندنا. تخريج شنو؟ قلت له بعدنا طالب. قال تفضل احنا اللي يشتغل ويانا اكتب ويانا، بس خريج اعلام. بعد ما عندي مجال احكي. رجعت. ثاني يوم انا طبعا اعتقد كان اكو موبايل ارضي، فاتصلت يمكن على استاذ علي رياح على الارضي مال البيت الطانيه بوقته. قال لي وينك شو ما جيت؟ قلت له والله جيت وانطردت. قال منو طردك؟ قلت له استاذ عدنان طردني. هو كلش انفعل ضاج. قال باكر تجيني واذا انا ما موجود تنتظرني ومطب على اي واحد. هذا التاريخ ما حاكي ينقبل. دخلت صار الموضوع، اختبرني. قال له شوف راح اختبرك، لو تنجح اصلا ما لي علاقه بش تكتبها، لو تنجح بهذا اللقاء وتكون البداية أول باية لك نحو الصحافة. لوتف طبعا ما كانت اكو برامج رياضية وهاي الأمور، ماكو. اختبرني بوين؟ بأقوى اختبار حسام فوزي بوقتها في علياء شأنه. صحيح. حسام فوزي 2003 كابتن المنتخب وبالزوراء. قال لي تروح تسوي له لقاء. هو كان وضعه مخلخل بالمنتخب. اتحاد حسين سعيد يريد يبعده، المدرب ستانش كان موجود يريد يطلعوه،
عنده مشاكل هواي. لاحقت حسام طبعا ما كان اكو موبايل او كان اكو موبايل بس مو الكل عندها، اتصل من الارض مال البيت على تليفونه، رحت للملعب الزهراء لحسام فوزي امشي وياه وقلت له ارد اسوي لك، قال انت منو؟ قلت له انا علي نوري بجريده سبورت توداي. قال ما شايفك، ويمشط بشعره طالع من التمرين. بعدين صار صديق ابوايا. قال لي شنو نوع الاسئله؟ دز لي. المهم مللني وانا عندي رقم الموبايل مالته. لزمت الحسام في وقت ظهريه كان دا يصلح سيارته، عاطل السياره وضايج روحه طافره. دقيت عليه على الموبايل قال الله جابه. قلت له ها؟ قال تعال اقضي بيك وقت، السياره ساعتين بعد يلا تصير. قلت هنا على الفرصه. لزمته من الارضي على الموبايل، اسئله اسئله اسئله. الحوار طلع سوى ضجه في حينها، نزل عليه اسمي طبعا. سوى ضجه، ثاني يوم الاتحاد العراقي يصدر قرار بابعاد حسام فوزي عن المنتخب الوطني نتيجه اللقاء اللي ظهر. خوش بدايه علي. هنا انا ابو زيد قال يلا جابك. خوش بدايه. طبعا فذيك كانطلاقه الرجل للامانه يعني حتى يعني اذا اقول لك صاحب الفضل عليك تقول لي علي رياح. طبعا علي رياح ما اقدر ابوعه بعينه وما اقدر اقول له لا حتى الان. شنو الفرق بين علي نور الصحفي ومقدم البرامج؟ ماكو فرق. شنو الفرق بين الصحافة وتقديم البرامج بالنسبة لك؟ شوف، تريد تكون مقدم برامج ناجح وملم وتقدم محتوى هادف ورصين وتمتلك علاقات وتقدم شيء يعجب العالم، اعرف اكتب خبر. ممتاز. إذا عرفت تكتب خبر وتسوي لقاء وتسوي تحقيق صحفي وتسوي مقالة، الطريق إلى التلفزيون جدا سهل، بس لازم تكون ملم بأدواتك. إذا ملم بأدواتك وعندك هذا الخزين المعلومات المتكامل راح تعرف تستغل هذا الموضوع بصالح برنامجك. زين، هناك من يقول علي نوري يكتب إذا كان بالصحافة أو بصفحته الشخصية مقابل دعم مالي من الوزراء، وزراء الشباب والرياضة، مقرب منهم. عدنان درجال. لا درجال بعدني ما واصل لها بالتلفزيون. أكو قبله. الوزراء الأسبق خلينا نتحدث. عطان. صحيح. كذب. سمعت هذا الحديث؟ لا انا اقول لك اللي سمعته بين عبطان داعم جريده فوتبول. اي لا مو هيك الموضوع، هسه انا اقول لك واحكيه بكل صراحه واتحدى واحد يجيب لي العكس. يلا. اول عدد لجريده فوتبول بدينا الكتروني طبعا وبنفس الحاله كانت اسماء رنانه كتبت معانا، يعني انا اللي بديت وياهم كمحرر صغير اجوا كتبوا في جريدة فوتبول اللي انا ترأس تحريرها كتاب مقاله وتكريما لهم استاذ علي رياح الافتتاحيه مال الجريده هو يكتبها. حلو. وصار عدنان لفته وهشام السلمان وصار خالد جاسم وكثيرين. تحياتنا جميعا. تحياتنا. رمضان كريم عليهم. اللي صار بان رتخت هاي الخطوه، خطوه الانتقال من الالكتروني الى الورقي. طبعا كانت خطوه متاخره لان الصحافه الورقيه كانت تنزف الحبر. تندثر. اي وده تنزف الحبر. صحيح. ده تغلق صحف، ده تنتهي وتجي انت تروح تسوي صحافه ورقيه. انا اسوي صحافه ورقيه. تحدي. شنو هذا التحدي وشنو هالمغامره؟ بوقتها قبل لا انتقل هذا الانتقال صار تليفون بيني وبين الاستاذ علي رياح، يعني دائما ارجع له بهاي الامور خلينا نقول الحاسمه. فقلت له استاذ علي انا عندي هيك خطوه. قال لي علي من الدعمك؟ قلت له والله ما عندي دعم، انتظر. قال لي مجازف راح تبالغ. وراح تخسر وراح تتعب وراح لان شوف تجاربنا سبورت توداي وجول واسبوع البطل وغيرها، ترى اذا ما تلزمك مؤسسه رياضيه ما تقدر. صح. قلت له ما اعرف، انا اريد اخذ هاي التجربه، توكل على الله وانا كل الدعم وياك. طلعت اول عدد عندي 5 مليون دينار، رحت اجرت بيهن شقه بالحارثيه ايجارها يمكن 500 الف، أثثت الشقة كلها، قعدنا أول اجتماع بها وبتواجد عدد من الزملاء كلها يمكن أثثتها ب 600 ألف، طابعة وحاسبة يعني أشياء بسيطة جدا. زين. طلعنا أول عدد، ثاني عدد رحت دار أسوي لقاء ويا عبد الحسين عبطان بصفة الرجل الأول بالرياضة العراقية. فما هو ما يعرف بالموضوع بس يعرف علي كصحفي كاتب ويطلع بالفضائيات. فمن دخلت له قالها منو؟ شنو هالجريده؟
الفوتبول وين؟ منو رئيس تحريرها؟ فقام يقلب بيها. فأول ما فتحها شاف مقالة أستاذ علي رياح. فتحها شاف عدنان لفتة، فتحها شاف، وبالإضافة إلى كتاب عرب وبيها مواضيع رنانة. انبهر، قال أنت منو دعمك؟ قلت له والله ما، قال شلون تعال؟ أو في اللقاء شلون طلعتها؟ أحكي لك الصدق؟ قال لي قلت عندي 5 مليون سويت كذا وكذا وكذا. للأمانة التاريخية، وإحنا بشهر رمضان، شال تليفون على مدير الخطوط الجوية العراقية. السلام عليكم. السلام، قال لي عندي جريدة أريدك مو تدعمها يعني ماديا، رعاية، أريدك ترعاها، أطوع لان خلي يمشي أموره بيها. في هذا الوقت عبطان كان وزير النقل وكالة، كان طالع من الوكالة. زين. نعم، كان قبلها وزير النقل وكالة، بس كان طالع هو، كان وزير شباب والرياض. طلقنا، استمرنا تقريبا سنة ونص. هذا السبب اللي خلى فوتبول تدعم عبطان بشكل ملحوظ؟ لا، مو أنا في مقالات انتقدت عبطان. لا، الرجل صاحب موقف، موقفه مشرف للأمانة، وعلى تواصل دائما وياه. أنا دعمته لأن رجل ناجح وإجاب مشروع وحقق ثورة عمرانية كبيرة بالملاعب، وهو أول من رفع الحظر عن العراق. زين. نجف، كربلاء، البصرة. خل نختصر بالإجابات علي، راح تخلص الحلقة. عندي هواي محاور. فضل. أبرز أهدافك وطموحاتك بالإعلام المرئي. ما ممكن تحدد بشيء يعني. شوف، من دخلت التلفزيون كمعد كانت عندي رغبة أصير مقدم. موجود الطموح، موجود، وخضتها هاي التجربة بالمناسبة بال 2013 في وار سبورت، كنت مدير أخبار وقدمت برنامج اسمه لقاء خاص، التقي شلون هسه احنا القاعدين مع شخصيات، خلينا نقول شوي الكبير، رئيس اتحاد أولمبية، رئيس نادي. سويت 10 حلقات أسبوعية، بالأسبوع حلقة تطلع. يا أخي ما حبيت الموضوع، أنا أحب أروح للمكان اللي يعمل بي، ممكن لابس تراك سود، مو هي طبيعة هذه اللقاءات بها جمود. بالضبط، فما تنحب. اي، فما حبيتها، ما ابدا ما حبيتها. سلام عليكم، السلام، نرحب بكم، ماكو اكشن بالموضوع، اخذ ورد، بها تصريحات قويه وما بها. فما حبيتها هواي، تعال ميك اب ويوم يروح للحلاق فشفت هالتزام كبير، بالاضافه الى عملي كمدير اخبار بالقناه. فعشر حلقات قلت لهم شكرا. زين، قبل دخولك الإعلام ايش كنت تشتغل علي؟ هواي اشتغلت شغل، مثلا يعني ماكو عراق ما اشتغل عمالة. صحيح. اي والله، اشتغلت بمعمل للخياطة مع زوج خالتي الله يرحمه، واشتغلت عمالة. اعطيني اصعب شغلة عوف لا تعدتهن. العمالة. العمالة صح. اي العمالة اشتغلتها وانا صغير، وبالمناسبة ما كنت يعني انا ما كنت فقير ماديا في وقتها، بس كانوا أهلي يقولوا لي أطلع اشتغل. هو بهذا العمر لازم تطلع وتشتغل. بالضبط. وتعتمد على نفسك. أتذكر هي عمري 13 سنة، حتى إحنا صغار كانوا يأخذونا من 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 المناطق، يعني نوقف هيك يجون جوارين دائما، تطلع باكر عندنا طابوق شمر هيك سو. زين، مثلك الأعلام الإعلام منه؟ علي رياح. علي رياح. طبعا. شلون علاقتك بالجمهور؟ شفتها أعتقد بال. أريد أسمع منك. أنا شوف، هواي يقولوا لي شنو جاوب الجمهور؟ قلت لهم زين احنا ما عندنا نشتغل المن. قالوا لا يعني، بس هاي مثاليه دائما انت تجاوبهم بالتعليقات. قلت لهم انت ممكن الصحفي ترد بالتعليقات وتجاوب الجمهور. طبعا، لان احنا نكبر بجمهورنا. والدليل لحظه وصولي الى بغداد ونشرت صوره انا بالمطار، ولحظه التواجد مع الوفد الخليجي محللي اي نيوز بملعب المدينه. حتى نوصل لهذا المحور. صورة تغني. حتى نوصل لهذا. نعم. المحور. وين تصنف نفسك بالبرامج الرياضية علي؟ ما أقدر أنا أصنف نفسي. لا تقدر. لا، لازم عندك مجسات وتعرف. ممكن. لا مو أنا ذا راح أحكي، راح يقولون مقر. أنا اللي حد. لا هي مقيولة حتى ذا ما تحكي. عادي جدا، عادي. فجاوب. إي عادي. شوف بالإعلام علي، بالإعلام إذا قلت أنا نمبر 1 سقطت. معناها وقفت. معناها وقفت، معناها كل شيء ما راح تخلص. تبدأ بالتراجع. فأني. فهسه أنت ثاني حتى تريد توصل للأول مثلا؟ لا والله. قد نسبة شهرتك من 10؟ من 10؟ إي. ليش ما تقول من 100؟ لا أريد من 10.
لا من 100 افضل حتى اعطيك نسبه تخبل. يلا 500 من 100 والله. طبعا جد حكي علي نور انت توك تقول ما اريد اقول هاي مو غرور هاي ما تشبه هاي. لا انت قلت لي من 10 قلت لك قل لي من 100 اي حتى تقول لي 500 من 100 طبعا حتعطيك اياها قويه حتى ترند ها اها هاي مو غرور هذا ثقه. اكو فرق بين الغرور اليوم شيء الخشمي على علي سالم وهو زميلي وبين انا علي سالم اخذه بلحظه انا وهو زميلي بس انا واثق بنفسي يا اخي تمنعني اثق بنفسي لا ابدا. خلص نكمل الحوار بعد الفاصل. حياكم الله. علي كثرة البرامج الرياضية بالعراق عامل سلبي أم إيجابي؟ سلبي. بسبب؟ فوضى. ناس تجر طول وناس تجر عرض. تخيل سابقا كنا الرياضة في أسبوع فقط. صحيح. بعدها ممكن جت رسالة الدوري. ثلاث أربع برامج أشوفها جدا كافية. كم برنامج حاليا بالعراق؟ 25 26؟ هواي. زين يعني كل فضائية عندها برنامج رياضي. يلا نسوي انا وياك تشكيله. يلا منتخب الاعلام المرئي. اوكي واكتب الاسماء وياك يعني منو في حراسه باستثنائك واستثنائي طبعا. زين باعتبار موجودين حراسه المرمى طه ابو رغيف. هاي صار حلقتين يختارون طه. لا هو مو انا اعرفه هو حارس مرمى. زين زين اربعه مدافعين راح تلعب. اي 4-4-2. اي يسرى حيدر العتابي. اي قلب دفاع حمزة القريشي. حمزة هم مدافع مرتين. ايه عليمنا يصيرنا نختار من المعتزلين لو كله شباب. يلا هشام السلمان على اليمين. ما راح يذكر ولا منافس اتحداكم. أوكي. بس اصدقاء. ايه بالوسط. لا بعد عندك ظهير يسار. يسار باليسار عدنان لفته. زين أربعة وسط. أربعة وسط فيان فاق ارتكاز. فيان وعمار علي بصفة. تحياتنا. اي وعمر قحطان. زين هاي صارت مراسلين بها أنا ردت بس مقدمي برامج بس. يلا يلا عادي مشي مسموحة لك. يلا الإعلاميين وبعد عندنا واحد بالوسط مو؟ بعد عندك ظهير جناح يسار. أزهر علي. تحياتنا لأزهر علي. اثنين مهاجمين. مهاجمين حيدر زكي. وعلي سالم خلينا نقول. مالي باستثنائي. زين. واستثنائك. صير اختار على مشمول؟ هم ما يصير. ايش طلعتها؟ مثالية شنو؟ خلي داوود إسحاق. خلي ولا ما يدبرها. ما يدبرها وين؟ وين باللعب لاعب عم داود. يا لاعب لا والله والله. تحياتنا لداود. هاي بداية وبادرة جيدة علي. ثلاث حلقات ما تنساها أهم ثلاث حلقات بحياتك. الحلقة اللي كان بها خالد جاسم. لا حلقة خالد جاسم بعراق 24 ما وين؟ ما عندي مشكلة. اي بعراق 24 اللي هي كانت البدايات بمناسبة أنا صار لي سنة بتقديم البرامج فقط سنة يعني. زين هاي الحلقة لا تنسى. واحد الحلقة الثانية كانت اللي بيها خالد جاسم. ايش طلعتها؟ تصبر. أيه. وبيها يونس محمود. أيه. وبيها محمد السعدي وبيها خالد الحدي وبيها خليل البلوشي. زين يعني اذا تجيب هاي الاسماء ثلاثة ما تختارها. والله انا اختارت خالد جاسم. ثلاثة الحلقة اللي بكيت بيها كان بيها عمار علي وحمزة القريشي وعلي عيسى. حلقة ندمت على تقديمها علي. ثق بالله ولا حلقة. ولا حلقة أبدا. مش عجب لأن دائما أختار محاوري وضيوفي بتفكير عميق. ضيف مستحيل يدخل برنامجك بوجودك ما تستضيفه. أكو بس ما أذكر اسمه. أنت أبو الجرأة علي. لا مو ما أرشيك بالكلام ما راح تجاوب. لا مو قصة شيء بس. والله حرام الجمهور حتى يسمع اسمهم. لا والله. اي والله ضيف أمنيتك تستضيفه. اريد واحد محلي واحد عالمي. عالمي لو عربي؟ لا عالمي. امنيتي استضيفه يعني كرياضي. كلهم مستضيفهم محلي. إيه؟ يعني ما عندك واحد ببالك تقول هذا يعني عدنان درجال. واضح واضح ماكو ما عندي مشكله. اعطيني عالمي. عالمي آه
ما راح اقول لك كريستيانو لو ميسي كانتونا فرنسي مانشستراوي. تبحث على نفسك باليوتيوب؟ اي. شنو الملاحظات النقديه اللي مسجلها على علي نوري؟ خلينا نعطيك الاقوى. اي. بعد كل حلقه، بس مو هسه طبعا، هاي الحلقات هسه ماكو وقت طبعا. اي بعد كل حلقه كنت بالبدايه اول ما ارجع اكو طقوس اسويها، بس مو يمكن البرنامج ما يسمح بذكرهن. اي ارجيله وكذا. اي بالضبط. أي انت مدمن مو ارجيله؟ لا لا مدمن. لا بس هيك يعني على المزاج. اي لان كنت ادخن سابقا وتركت وجيت على ارجيله، الله يسامح العالم. ترجع يعني تشوف نفسك؟ ارجع اشوف نفسي، مو الغايه والله انا عاجبني اشوف نفسي، لا ناشو. اوقف على اخطاء، وين خطأت؟ اكو حركه ممكن انا سويتها غلط، اكو مداخله غلط، اكو شيء حشيته غلط. تلوم نفسك من تشوف شيء مو حلو؟ طبعا. وتدري شو اسوي؟ احكي لي موقف شنو ما عجبك. اي انا اقول لك اكو اشياء مثلا بالبدايه طبعا، بس تدري زياده الخبره تصير. اي انت مجرب هذا الموضوع، اوقف عندها يعني، انا اشوفها على اليوتيوب وعلى الشاشه، اوقف عندها وارجع مره مرتين ثلاثه من 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 اشوفها خطا. شلون الفار من اشوفها خطأ خلص ثاني مره ما تتكررت، وتقول انا كان باستطاعتي اسوي هيجي. اي هذا الخطا شلون طلع مني؟ طبعا الو شوف، جلد الذات، اذا تجلد ذاتك بينك وبين نفسك ما راح تتكرر لحظه. حصل شيء وياك قبل المباشر بدقائق بثواني كواليس الجمهور ما يعرفه؟ موقف؟ لا لحدنا لا. جيت متاخر مريض ما ادري، عيوني طافيه، نمت ونسيت الحلقه، بالجو هيك صار. وقلت لك انا حريص على عملي. ليش انا اتذكر لك موقف هسه انت ناس؟ يا هو انت غير بالجو وطفت صورتك وراحت وبقى الضيف يسولف خطيه 8 دقائق. سامع عيسى ما اعرف بيها حلقه. اي بحلقه سامع عيسى. ايش اسوي للاسنجي اذا عطل؟ اقرب صديق لك بالاعلام؟ هواي عندي اصدقاء بالاعلام. اذكر لي واحد. يعني مثلا كمقربين. اي وشقه وضحك وهاي امور. مثلا روان صديقي. خلص واحد اريد. اوكي روان. اقرب صديق لك مدرب ولاعب واداري؟ ثلاث اسماء. مدرب عماد هاشم. زين. بعد اداري؟ لاعب واداري. لاعب حالي؟ طبعا. مو خاف اقول يعني فلان والباقي. اثبات الشيء لا ينفي ما عداه علي. زين. نقول هذا صديق معناها الاخرين مو اصدقائي. على عبد الزهره كل صديقي. حياتنا لابو زهره. اداري من ادارات الانديه الاتحاد غيره. اداري بالاتحاد علي جبار، مع العلم كثير النقد له ومفسخهم وتفسخ بالاتحاد. هاي الاجابه طبعا تحياتنا لعلي جبار. انا من نحكي شيء بالبرنامج شيء وبالواقع شيء. علي يقال عنك متأثر جدا بخالد جاسم بطريقة الإلقاء بالتقديم، وعندك هاي الفوبيا حققتها برغبة بغداد حديث العرب، جمعت العرب وبقيت تسولف. حلو لو مو حلو؟ وكأنما مجلس وأحييك عليه راح أتحدث به طبعا. شوف خلينا نتحدث على هذا الموضوع عن خالد أولا. أوكي. بعدين نحكي على بغداد حديث. إذا كنت أنت أو الجمهور يتوقع أنا إذا قلت خالد مو شرط تقليد، بعد متأثر ربما عاجبك هذا الاسلوب او الستايل. يعني الستايل هسه العربي انا اللي لابسه لين خالد اذا متاثر بخالد؟ مو شرط. لا مو شرط. لا وين اعطيني شيء انا مثلا كتقول علي دا يقلد بي خالد جاسم. بمجرد اصطناعك لقعده عربيه بيها نجوم عرب. قعدتنا هاي لو مو قعدتنا؟ فسرت بهذه الطريقه. قعدتنا لو التخم جايبه من الدوحه لو من بغداد. هاي شنو؟ طبعا. أنا مسويه باستوديو لو قاعدة. علي قل لي ما متأثر وانتهى الموضوع، لا تبرر بهذه الطريقة. يا أخي بس أنا معجب بهذا الرجل. ما بيها شيء طبعا، تحياتنا له. طبعا بس تقول لي مثلا دا أقلد إذا الناس تشوف أني دا أقلد خالد جاسم وخالتني بهذا فكلي فخر. تكيف؟ إي طبعا. لا والله. والله. زين. بشكل عام حدثني عن تجربة الكاس وتجربة سوبر ومنو صاحب الفكرة أو التسمية. للأمانة احنا حتى ما نبخس الناس أشياهم. سوبر اني صاحب التسميه، صاحب الفضل بهذا الموضوع اللي كان يفاوضني باختصار علي، كان يفاوضني يمكن التيو تي في بيو تي في، هو رئيس مجلس الاداره علي وجيه دكتور علي. تحيات. قال انت لا تظل ورا الكواليس، كافي لازم تقدم. أي. فقنعني، هو قنعني. الكاس اتفاق بيني وبين الاداره، انا كنت مختار غير اسم، كنت مختار استاد العراق، كلش كان عاجبني. ومن اختار الكاس؟
إدارة القناة يعني مجلس الإدارة قعدوا من الكاس من ضمنهم بالمناسبة، يعني قدمت استاد العراق وقدمت استاديوم وقدمت الكاس، اختاروا الكاس. قالوا يعني قلت لهم راح يصير والله راح يفسر بطريقة، قلت لهم راح يفسر بغير طريقة، وهسه احنا باين وشاهدين. قالوا لا ما يخالف بس حلو. كادرك المميز انت اختاريته، تحياتنا طبعًا لهم، جمعة ثامر واحمد رحيم طبعًا. وبعد اسماني ما ذكرت لهم واجا نور واجا علي العبودي بعدين، تحياتنا لهم. انت مختاره طبعا. صعب البرنامج اليومي؟ صعب بس ممتع. ممتع ممتع من تخلص الحلقة وتشوف انت حققت شيء. علي احنا مقدمين برامج واحد يعرف الله والادقار، اتحدى مقدم برامج ما يلزم تليفونه بعد نهاية الحلقة يشوف ايش قد مشاهداته. اتحدى زين، واللي يقول لك ايش قله كذاب. صادفك مرة ضيف انطيت الأسئلة علي؟ أبد والله ما صدق. وطلب مني أي ورفضت، رفضت من كنت صحفي ورفضت من كنت مقدم. قلت له أحد الشخصيات الكبيرة، قلت له مو أنا تطلب مني هذا الطلب، وإذا ما تريد تجي لا تجي. زين، نتحدث عن هذه التجربة اللي أحييك عليها بصراحة وحاكيها وراك مو قدامك، بغداد حديث العرب. كيف بدأت هذه التجربة وشلون عشت أجواءك في بغداد وأنت بأواخرها؟ التجربة بدت كانت تراودني كيف ما أدري قاعد عندنا وقت حتى يعني أعطيك دقيقتين لهذا. زين ولا قليلة. مو عندي بعد محاورة. أوكي التجربة صارت قبل لا يرفع الحظر. دا أفكر بيني وبين نفسي بأن شنو سويت أنا إذا رفع الحظر ولعبنا مباراة الإمارات في بغداد أو في البصرة. اروح البغداد زين، انا صار 4 سنوات وناس تقول لي انت مرتاح وقاعد بتركيا وليش ما تجي. قلت اروح، النقطه الاولى. اثنين شو اسوي؟ اجيب ضيوف عراقيين. زين اوكي الضيوف العراقيين مع احترامنا لهم راح يطلعون بكل القنوات، ايش راح استفيد؟ زين انا ليش ما اجيب ضيوف عرب؟ قمت احط بالملاحظات الاسماء، وصلت الى 25 اسم. زين قمت انقي بعدين، طبعا كلهم علاقتي تربطني بهم، وصولا الى 16 اسم. من رجع الحظر هنا الصدمة كانت، اعتذروا أغلب طبعا من أولهم، يعني ما راح أذكر أسماء لأن انتفت الحاجة للحضور، انتفت الحاجة بالمناسبة. خلي أعطيك سر، بس هسه من شافه والأصدان أدمانين علي طبعا. حتى إدارة القناة قالوا لي علي بشين هالمجازفة يا أخي، راح تخسرنا فلوس وما بيها فائدة. قلت لهم راح أقول لكم شيء، أنا مستعد أبصم، أنتوا ذا خايفين من الموضوع، مستعد أبصم على نجاح هاي التجربة. قالوا من شنو؟ طبعاً إحنا نتناقش بشكل ودي، من شنو؟ قلت لهم هنا الشغل راح يبدي، هنا الرسائل راح تطلق للفيفا والآسيوي، هنا راح يرد الصاع بصاعين. وصدقت توقعاتي بهذا الموضوع وأنت شفت النتائج. علي الأموال التي دفعت من القناة، لأن هناك من يقول عدنان درجال له القصب المعلى عن طريق منحة لأحد الأندية حتى يدعمك بقدوم الوفد العربي. شون؟ منحة ينطل أحد الأندية هاي الفيك اللي يسووها الوزارة والنادي يقول لك تفضل علي روح تصرف. من يملك دليلا على هذا الموضوع فليظهر. هو لو أنت لو درجال تطول الدليل يا علي. لا والله أتحدى. ماكو أبدا. شقد أخذ الوفد العربي فلوس شخصي مو مصاريف؟ ما أعرف هذا بينهم وبين القناة، بس أنا أوكي أنا حطيت علي أكبر. نوري ما يعرف ضيوفه إيش قد أخذوا. قول ما أريد أقول أي ما بس أي. للأمانة أي. شوف أنا قلت لهم شيء، هم كلهم في بي إن وفي الكاس كانوا يطلعون. صحيح. قلت لهم شيء واحد 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 خابرتهم زين، تعرفون الأسماء. قلت له أوجه له قدعة وقال موافق أجي، داري أكمل على المبلغ. قال لي لا تقول لي مبلغ، وبالمناسبة واحد منهم أسامة الشيخ محل قناة أبو ظبي، قال أنا مثل ما جاب بغداد بدون شيء أجي، بس بعدها هو اعتذر ظهر يعني صار خوف من الموضوع. المبالغ نعم حطنا، بس قلت لهم بأن الموضوع لا تتوقعون راح يكون مثل الكاس وبيان، الموضوع المادي بس كأمور فنية ولوجستية لا موجودة، والدليل بسيارات طبعا. لكن هذه المعلومة لأنه معروفة هي أخذوا مبالغ لقاء مجيئهم للعراق طبعا، ومن حقهم اتفاق طبعاً. طبعا عندك خلاف مع شخص تقول له رمضان كريم بهذا اليوم؟ لا والله يعني ما مختلف ويا واحد سبحان الله. علي والله. نوري ما مختلف يا أخي ما مختلف، أنا متسامح مع نفسي
واذا على داود تقصد والله ما اقصد داود. شوف, شوف 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 اخرين يعني رياضيين اتهمتهم ببصمه صوت شرار حيدر اللي بالعكس رمضان كريم على شرار حيدر وعلى العنكوشي وعلى كل الاخرين اللي الا يتهمهم. تعتبر اظهارك للمقطع الصوتي هي هفوه اعلاميه يا علي نوري؟ ابد ابد. شلون ابد؟ لان انا التسجيل الصوتي وصلني من شخص معروف بالوسط الرياضي. وصلك ووصل لغيرك علي وغيرك ما عرضه لانه ما بي مصداقيه. لا يعرضه، هذا وجهه نظر. انا مقتنع باللي عرفته وطيت حق الرد ورد شرار حيدر وبعدها راح رفع دعوه قضائيه علي وصارت تاثيرات بين علي نور راح يرجع لبغداد ارفع دعوه قضائيه عليه حتى لا يجيك سروبه وتحديت وجيت. ما ندمان على عرض المقطع علي. ابدا ابد. ليش اندم؟ كل هاي حتى تدافع على درجال بطريقه أبداً. او باخرى. شوف علي، انت ذكي والجمهور ذكي، راجع حلقات سوبر، لا مو سوبر، ما تحكي عن الدرجال بيها قوي، راجع حلقات الكاس. من قال عدنان انت مو رجل دوله؟ اذا ما رفعت الحظر عن العراق اتحدى اعلامي اخر مضاد لعدنان قاله. انت تذكر لي موقف من بين الف موقف داعم لدرجال علي؟ اعطيني واحد قايل اني مثلا عنا درجال سابقا من كان مظلوم. نعم دافعت وقلت درجال الرجال وهو افضل وهو رجل مر، لكن اعطيني موقف واحد هو من كان من صار وزير وانا شخصيا اللي قلت له، قلت له ترى علي راح يتغير اللي كان يدافع عنك سابقا انك كنت مظلوم، اليوم انت وزير ورئيس اتحاد، راح قلمي يكون اشد بأسا عليك من غيرك لان انا كنت داعمك. اكو واحد بالوسط الرياضي اعلامي او جمهور ما يقول علي نوري داعم لدرجال؟ وما زلت مؤمن بمشروع بين راح يحقق شيء لكن يحتاج بعض الوقت، ومع ذلك عنده اخطاء كارثيه. اعطيني اخطاء شنو اللي سببتها علي؟ اكو مشاكل داخل حتى الاتحاد نفسه. هذا ما تعتبر كارثيه علي. اكو لا مجايك، اكو قرارات غلط اتخذت. بطوله دبي قرار كارثي. المشاركة طبعا احنا في ازمة والشارع يغلي والجمهور غاضب وردنا بس شيء يطفي ويهدي هذا السخط الجماهيري الحاصل واذا باتحاد الكرة يذهب بالمنتخب الى دبي. كارثة الكوارث. من يتحمل هذا؟ صديقك. من يتحمل؟ طبعا دز له رسالة خابرة تقول له شلون؟ لا وصل الموضوع. أي. وصل ودزيت الهياء المنشور اللي نشر في صفحتي. أي. الرجل قراها وطلع واتخذ القرار وطلع الثاني وانتقدته. هذا علي نوري اللي تقولون عنه داعم لدرجال. زين اكو فرق بين تنتقد واكو فرق بين تغلط، لان بعض البرامج صارت منصة للسب والشتيمة علني. برامج رياضية طبعا. من؟ كثيرين. ما احنا برمضان علي. لا مو كثيرين يعني أربعة خمسة ستة. هيك رقم؟ اي طبعا. اي والله أربعة إلى خمسة. الغرض كله مو إصلاح وتقويم وتقييم. الغرض بين أنا دا أحكي على عدنان درجال حتى طش. اكو هواية نجم من درجال يقدرون يحشون عليهم ويطشون إذا على هذه الرواية. درجال ويونس منو نجم منهم هسه بالاتحاد؟ ليش بس بالاتحاد؟ وغانم عرايبي. منو بعد؟ هو احنا ايش عندنا علي برامجنا؟ احنا عندنا برامج تاخذ يوميا اتحاد الكره. ايه تعطيني واحد فتح ملف على اولمبيه كل سنه واحد يفتح. انت مع الضيف الحصري؟ نعم، واني اول من اطلقت هذا الموضوع بالعراق. ما يسبب ملل للمشاهد يوميا نفس الضيف؟ ابد. نوع. هسه انا عندي ست ضيوف كانوا. داور بيهم. ستة. ايه. بس انا كل حلقه اجيب ثلاثة عراقيين بديل. لو اتيحت لك الفرصة بضيف حصري واحد تستمتع بالحوار معه، من تختار؟ الشيخ سلمان بن ابراهيم. مو استمتع. بس اكو شيء اتحدث عن يومي علي. يومي؟ يومية تستضيفه هذا الشخص. لا اوفر. اذكر لي اسم. قول لي فلان حلو يومية يظهر وياي ويومية يعطيني شيء جديد. انا ما راح استمتع به، انا ضد ان يظهر الشخص بعدة قنوات يوميا، لكن مع أن يظهر فريق عمل مكون من 6-8 ضيوف مثل ما صار حصريا. عرضت عليك مبالغ لقاء شيء معين بس لتفتح هذا الموضوع بالبرنامج أو سقط فلان على حساب فلان؟ لا ما يقدرون. ما يقدرون طبعا. تعرضت ما يتجرؤون. تعرضت للتهديد؟ أوه. من جهات معلومة؟ لا مجهولين. مجهولين إيه؟ شنو نوع التهديد اللي ممكن يجيك؟
رسالة اتصال؟ لا لا كانت اتصالات وصلتني قبل لا أسافر. أي وصلتني ما أعرف شنو كان سببها وسافرت ورجعت، ووراها إذا أنتقد نادي معين يدخل لي كم شخص، بس مو تهديدات قتل وهاي أمور، لا بيك خير تعال البغداد نعرف نسوي بيك كذا وكذا، ومنها منها الحكي. وجينا بغداد وفطرنا. لا التهديد بمعناها التهديد القتل التصفية وصل لك هيك تهديد؟ لا الحمد لله ما أبدا، لأن لأن أنا ما يعني أنا علاقتي طيبة مع الكل، أنا أتعامل مع الكل كعراقيين فقط، لذلك تشوف جمهوري من كل المدن من كل المحافظات من كل المؤسسات من كل الجهات. سعيدين بتواجدك ويانا على نوري، ورمضان مبارك مرة أخرى. شكرا لك ورمضان كريم. حياك الله. شكر موصول لكم مشاهدين الأكارم، نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.